هذا وكان رئيس الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقبلة. وخلال لقاء جمعهما بقصر السلام جرى التأكيد على ضرورة حماية الاستقرار في البلد وترسيخه وتعزيز سلطة الدولة وحماية السلم والأمن المجتمعي. كما تم بحث الانتخابات المقبلة حيث جرى التأكيد على أهميتها وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها ودعم كافة المستلزمات الضرورية لإنجاحها واتخاذ أقصى التدابير لمنع الخروقات الانتخابية وكل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبرة بشكل حقيقي عن الإرادة الحرة للمواطنين وخياراتهم.